يعطيكم العافية شباب. عندنا عماد، عندنا ليلى، عندنا هيثم. سامعيني يا شباب؟ الصورة واضحة عندكم؟ سامعيني؟ بس واحد يبلغ ان الصوت واضح وان الصورة ظاهرة امامكم. هاي يا شباب. واضح واضح دكتور. اوكي ممتاز. طيب ان شاء الله امتحاننا زي ما انتم عارفين اللي هو بيكون يوم الاربعاء، نفس موعد المحاضرة. هلا في عندنا اليوم الاحد والاثنين والثلاث، محاضراتنا كلها بتكون على زوم. اوكي اليوم بدنا نبدا وحده جديده زي ما اتفقنا، اللي هي الجافا سكريبت. ماده الجافا عندك في الباوربوينت، رفعت لك اياهم هيهم، بيبدو من هون عندك من شابتر 5، هو بيغطي في الباوربوينت شابتر 5 و6 و7 و8. هذا بالنسبه للباوربوينت. بالنسبه للمواقع اللي في عندك، اول شيء المحاضرات تبعون الثلاث ايام هذول حرفع لكم اياهم، حكتب هون محاضرات مسجله فصل الدراسه الصيفي ونزل لك المحاضرات. المراجع اللي ترجع عليها اللي هي 3 دبليو سكول، في عندك ريسورسز، وفي عندك جافا سكريبت توتوريال. هذول المراجع المخصصه لهاي الماده خلال الفصل الدراسي. اوكي بقيه الفصل نيجي هلا نبدا. اول ما نبدا من خلال فري دبليو سكول، او نفر لك الباور بوينت اللي هي خاصه بالكتاب. هلا الجافا سكريبت جاي اي لغه موجوده عندنا، يعني لغه كامله. كيف اخذت اساسيات البرمجه؟ كل ما اخذ اساسيات البرمجه فانا بكون عاده وانا بشرح جافا سكريبت بقارن او بعطي اوجه الشبه ما بينها وما بين اساسيات البرمجه السي بلس بلس. يعني كيف اخذت بدايات السي بلس بلس؟ ان كاي لغه لها مقدمه، اوامر، متغيرات، اوبريتورز، جمل دوران، ارثمتيك اوبريتور، داتا تايب. اخذنا كنترول مثل من الاف ستيتمنت، اللوب، اخذنا كمان الفانكشن، واخذنا كمان الاري. هاي المواضيع ان شاء الله بدنا نغطيها بالتفصيل. هلا في ال 3 دبليو سكول لاحظ مرتبات، يعني مقدمه عامه، كيف تكتب الجمل، الكومنت، السنتكس، الفاريبل، كيف تعرف المتغيرات، الاوبريتورز، الارثماتيك، الداتا تايب، عندك الفانكشن، الاوبجكت، الايفنت، السترينج، وبعديها بوصل لعند احنا اللي داخل معنا الاري كلها. اوكي الاري والميثود الاري والمواضيع. يعني بالعربي شفت ماده الاساسيات البرمجه اللي انت اخذتها لعند ما قبل الميد، الفصل هذا كلها كلغه كامله حنتعامل معها. طيب خلينا نبدا مباشره. في حد كاتب لي ابصر؟ خليل محمد عطيه، لسه الحضور غياب لاخر المحاضره يا خليل. اوكي حضور وغياب لاخر المحاضره. شباب اللي عنده مشكله او ما بيقدر يدخل، بس يدخل زي ما حكينا على الزوم، واذا ما عنده نت شيء انا بعد ما تخلص المحاضره مباشره برفع لك اياها. هلا لغه الجافا سكريبت هي من اللغات اللي بنستخدمها مع مواضيعنا داخل اللي هو الاتش تي ام ال. كيف اخذنا مثلا صفحه الاتش تي ام ال، وبعديها زدنا شوي اخذنا كاسكيدنج ستايل شيت، تطبيقات عليها، وبعديها مباشره لاحظ اي هون اكزامبل على الجافا سكريبت مثلا اللي هو بادي. لاحظ الطريقه اللي بادي فيها شوي، يعني هاي معطيك مثال مثلا استخدم فيه الجافا سكريبت. لاحظ هذا اول برنامج، لاحظ تشتغل عليه مثلا كليك، احنا اخذنا الازرار في الاتش تي ام ال، لاحظ بدي اصير ابرمجه، انكبست عليه لاحظ طلع لي هذا الكلام.
لاحظ هاي العملية استخدمنا فيها جافا سكريبت. لاحظ هتلاحظ انه كنا سابقا ناخذ تاج اسمه بوتون، التايب تبع مثلا بوتون او انبوت لو اخذناه وبوتون. هلا لاحظ جوا مثلا استخدم مثلا اون كليك، استخدم جافا سكريبت. هلا هتلاحظ، فعشان هيك لما بنحكي عن جافا سكريبت ما بقدر يعني الغيها عن الاتش تي ام ال، هي جزء بنكتب من كودها. كيف كنا نكتب كاسكيدنج ستايل شيت، اخذنا تاج معين عدلنا على هذا التاج، كان مثلا البي بولد يعمل عمل معين صار باعمال اضافيه. فبالتالي نفس الكلام لما بنيجي على الجافا السكريبت. طيب كمقدمه عامه، لاحظ نبدا مباشره بالانترودكشن، شويه النت تحملونا فيه شويه بيكون فيه ضعف. لاحظ مثلا دوكيومنت دوت، هلا انت داخل الجافا سكريبت هتشتغل مجموعه من الامور. هلا في عندنا لاحظ كتاب اللي هو هاي اوفر فيو، هذا التوتوريال، هاي الفري دبل سكول بيعطيك زي مقدمه عامه، وبعديها بيبدا الجافا سكريبت توتوريال. اوكي بيبدا يشرح فيها. حتلاحظ انا عندك هون رفعت لك اللي هو التوتوريال تبع الجافا سكريبت، هيو في المواضيع اللي بغطيها نفس الموجودة على 3 دبليو سكول اذا حاب تشوفها. لاحظ هاي اول شيء مقدمه عامه اوفر فيو، بتكلم عن الكلاينت والسيرفر والقصص هاي. بعدين بده جاي اي لغه، بتكلم عن وين بنكتب جافا سكريبت، المكان اللي بنكتب فيه، الفاريبل. بعدين بتكلم عن الاوبريتورز، الاف باشكالها سويتش والوايل، كله اخذته بالله هذا اللوب كنترول. بعدين بتكلم فانكشن ايفنت، بعديها بيوصل لعند اللي هو، انا ما بدي ادخل بالاوبجكت، وما الاوبجكت حناخذ بس الاوبجكت هذا بنخليه لبعدين لما بتدخل جافا وما جافا. انواع الداتا تايب بتعامل معها والفانكشن الجاهزه الموجوده في الجافا سكريبت، عايز كم كبير من الفانكشن الجاهزه سواء بالسترينج بالماث بالمجموعه كبيره. بعدين بتكلم عن لاحظ مجموعة من الأمور، بدخل مفهوم الإيمج الديباجينج. أنا بس للأري، هاي مواضيع بتقول على لما تدخل جافا، تدخل جافا بتفاصيل متنوعة. أوكي لاحظ البداية، هاي أول شابتر شو هي الجافا سكريبت استخداماتها. احنا بتعرف في لما بتعامل مع HTML وهذا بتعامل مع جانبين، كلاينت وسيرفر، في الويب براوزر وفي الويب سيرفر في المقابل. شو الادفانس في استخدام الجافا سكريبت، هاي مجموعه من الامور. ليميتيشن في الجافا سكريبت، بعض ليميتيشن تطبيق عليها. نيجي للسنتكس مباشره، يعني انا بدي اركز اكثر من 3 دبليو سكول، بدنا نتكلم عن تركزوا اكثر من خلال التوتوريال. وزي ما وعدتكم حرفع لكم جميع الفيديوهات، صحيح انا اعطي بس محاضرات ثلاثة على الجافا سكريبت وبعديها بنرجع للوجاهي، ولكن في فصول سابقة ما اعطيها برجع بنزل كل الفيديوهات اللي خاصة بالجافا سكريبت. هلا بشكل عام كتاج، في كيف اخذنا تاج اتش تي ام ال والهيد والبادي وشغلات، في تاج اسمه سكريبت. هذا التاج انا تعمدت اني ابدا من هون وليس من 3 دبليو سكول، لان 3 دبليو سكول نبلش مباشره برامج، لا انا بدي تعرف كسنتكس ترتيب وبعدين بنرجع على 3 دبليو سكول. في تاج اسمه سكريبت، وهذا التاج موجود لاحظ في الهيد. شو عندك هيد تايتل سكريبت تسكيرته. هذا التاج بياخذ شغلتين، تو اتريبيوتس، اللانجوج والتايب. اللانجوج اللي انا بدي اتعامل معها في السكريبت، يعني ما هي اسمها جافا سكريبت اللي هي خاصه بالسكريبتنج، اوكي؟ هي جافا سكريبت. والتايب انا كله بستخدمه من نوع تكست جافا سكريبت. وبعديها بيجي بقيه كودك كليته بنحط هون جافا سكريبت كود وهي تذكرته. طيب اول برنامج بدك تكتبه كيف انكتب؟ طلع هاي اول برنامج اذا بدك تطبقه على الجافا سكريبت. اتش تي ام ال هيد تايتل تسكيرت التايتل تسكيرت الهيد. انتبه معي هلا السكريبت ممكن تكتبه في الهيد وممكن تكتبه في البادي، ما بيفرق. اوكي
حسب كيف كتابتك. في لاحظ في المثال البسيط هذا كتب اتش تي ام ال، بعد ما استخدم هيد نهائيا سوى السكريبت، حط الصفتين الخاصه بتاعك السكريبت، اللانجوج والتايب. اللانجوج انا في اكثر من انواع من السكريبت، احنا بنتعامل مع جافا سكريبت. التايب الكود مكتوبه تكست سلاش جافا سكريبت. تسكيرة السكريبت البادي والاتش تي ام ال. هلا كل شغلنا بيكون عباره عن كود في الجافا سكريبت، يعني هذا الهيكل العام. اول شغله بتتعلم كيف تكتب باستخدام سكريبت. لاحظ انتبه معي، انا بقدر اكتب على الصفحه مباشره اقول له بادي، اكتب له مثلا بروجراف بي تاج او شيء، لا انا بدي استخدم السكريبت الجافا سكريبت. فهون بتعامل، يعني حتلاقوا السكريبت كله بتعامل مع شيء اسمه كائن اوبجكت، وكل اوبجكت له مجموعه من الفانكشن زي ما اخذته في الاساسيات. فانا مثلا الاوبجكت اللي بتعامل مع الدوكيومنت اللي هي الصفحه، المكان الابيض في الصفحه عشان اكتب جواه، بتعامل هذا بنسميه من خلال اوبجكت او كائن اسمه دوكيومنت. هاي الدوكيومنت في لها مجموعه من الفانكشن، اذا بدك تكتب جوا الصفحه في فانكشن اسمها رايت. ولا مش بس هاي رايت، في اكثر من نوع في الفانكشن، في رايت، في رايت ال ان وغيره. بين قوسين دبل كوتيشن، يعني كاني استخدمت فانكشن جاهزه موجوده في الجافا سكريبت تاب على اوبجكت اسمه دوكيومنت. هاي الفانكشن انت بتعرف اي فانكشن بمررها قيم بدي اطبع، اذا لازم بين قوسين الباراميتر القيمه اللي انا بدي اطبعها. انا شو بدي اطبع؟ هلو وورد، اذا باجي بحطها بين دبل كوتيشن. طب اذا بدي اطبع متغير حنشوف له قدام شوي. فهذا عندك اول برنامج على الجافا سكريبت. اذا انت بحاجه ل، لاحظ تاج اسمه سكريبت، حدد نوعينه الصفتين اللي صفه اللانجوج والتايب. اول شغله اللي فاتح السبيكر يسكره يا شباب، صيغه اللي هي الطباعه كيف بدي اطبع؟ اذا بدي اطبع انا على الصفحه، الصفحه هي دوكيومنت صح؟ في عندي فانكشن جاهزه اسمها رايت تسمح لي اني اطبع على الصفحه بين قوسين وبين دبل كوتيشن الامور اللي انا بدي اطبعها. اوكي؟ واضح يا شباب؟ طيب عشان نفهم هذا الكلام خلينا نجربه مع بعض. اوكي؟ بدي استخدم البراوزر تبع، لاحظ هاي صفحه اللي هي بدي اشطب هذا الكود كله. بدي استخدم البراوزر، هاي كنترول في. كتبت HTML body script language type، الاشي اللي بدي اطبعه تسكيرة السكريبت، تسكيرة البادي، تسكيرة ال HTML. لو جيت سويت run طلع شو سوى؟ طبع لي هلو وورلد. بس لاحظ، انتبهوا معي وركزوا، طباعة كلمة هلو وورلد تمت باستخدام الجافا سكريبت. يعني بيجي واحد ثاني مثلا، هاي بقوم هذا الجزء كله او مثلا باخذ هذا الجزء هاي كوبي جوا البادي، بقول له هاي اي بروجراف جديد، هاي طبعت، وهاي تسكيره ايش البي. اوكي، وجيت هذا الجزء سويت له كات، هاي كات بروجراف، سويت رن طبع هلا وورد. طب شو الفرق بين هاي وهاي؟ شباب معي مصحصحين؟ شو الفرق ما بين الأولى والثانية؟ الفرق ما بين الأولى والثانية إنه الأولى هاي اللي أمامكم اللي شايفينها، هاي طبعها بس هذا HTML، ما كتبت جافا سكريبت. هاد طباعة على صفحتي على الدوكيومنت تبعتي باستخدام HTML. اما الكتابة بهذه الطريقة اللي شفناها بشوي، هيها سويت سكريبت وطبعت. اوكي؟ طيب هون استخدمت ايش؟ جافا سكريبت. انا شو استخدمت؟ جافا سكريبت. وهي هون اوكي. هلا هذا الكود كله بدي انسخ لكم اياه كوبي وارفع لكم اياه ضمن ملفات.
شباب سمعيني انتو ولا؟ معاك دكتورة. يعني الصوت واضح. هاي تاريخ اليوم اللي هو 21/8، هرجع لكم مجموعة البرامج اللي حنكتبها. فأنا بفضل تبدأ بالتوتوريال، أسهل لك من تروح على 3W أو ريسورس، بما نمشي شوي تصير الفكرة واضحة عندك، بعديها بتروح على اللي هو التوتوريال، بتروح على 3W تقرأ المادة. أوكي؟ وحصير أنزل لك البرامج واحد واحد فيهم. خليني أظهر لك إياها. هاي الملف التكست، طلعوه شفتوه؟ هذا أول برنامج كتبناه. هلا ممكن يكون السكريبت بالهيد وليس جوا البادي، يعني ها نفسه هاي كنترول، بس أنا هذا الجزء السكريبت ما بدي إياه يكون في البادي. ماجيك كات هاي كنترول في، اوكي، بيكون عبارة عن هيد، لاحظ هاي هاي تسكيرة الهيد، هاي بداية الهيد، بدك تحط تايتل بصير، وهي هون تسكيرة الهيد، هاي الهيد، هون ما كتبتش ولا شيء، طلعوه. خلينا ناخذ الكود نجربه مع بعض. هاي نظهر لكم اياه. هاي هون ديليت. هاي كنترول في. طلع. هاي كمان رن. لاحظ هون في الإشارة بس ما نظبطها. هاي رن. هاي هلو وورد. لاحظ انا جوا البادي ما كتبت ولا كلمه، شو كتبت؟ وين كتبت الشغل كله؟ فبالتالي بدي تصحصح معي شوي انه السكريبت ممكن يكون في الهيد وممكن ان يكون جوا البادي. اذا اول شيء عشان تكتب جافا سكريبت انت بحاجه لتاج اسمه سكريبت بياخذ صفتين، تو اتريبيوتس، الأولى اللي اسمها لانجوج وبحدد شو اللانجوج اللي بدي اكتب فيها الجافا سكريبت، والتايب اللي انا بدي اكتب بحدد نوع التايب اللي انا بتعامل معاه انه هو عبارة عن تكست جافا سكريبت. هلا بصير كل كودك هون، شايف هاي الكود بدك اياه دوكيومنت دوت رايت لاين وهكذا. هلا ممكن يكون السكريبت جوا البادي عادي حسب حاجتك انت، حسب لما نشوف نمشي في البرامج بنشوف في احيانا بنكتب جوا البادي، في احيانا بنكتب جوا السكريبت، كل الاحوال تنفذ البرنامج. طيب خليني افهم هذا البرنامج اول شيء. السكريبت اللغه اللي بدك تكتب فيها السكريبت اللي هي جافا سكريبت وهي من نوع تكست. هلا يعتمد هون كل شيء اخذناه كلغه كامله بدنا نكتبه هون في الكود تبع الجافا سكريبت. ممكن تتعامل مع جمل طباعه. كيف كنا ناخذ مثلا بالسي سي اوت تطبع، ما عندنا هون سي اوت، وانه هون عندنا رايت طباعه. بس الرايت هي الفانكشن الجاهزه، في اكثر من فانكشن. يعني مثلا تفرج علي بدي اطبع هلو وورد، كل واحد على سطر، شو بيجي واحد فيكم طلع كيف بيشتغل؟ ها كوبي، وبيجي هاي هون بيخلي هون كلمه هلو، طلع وورد هون لحالها، ايه، وهاي دوكيومنت دوت راين، وهاي رن، صار شيء. إذا أمر document dot write تطبع وبيضل المؤشر مكانه حتى لو كتبت جملة ثانية بيكتبها هون. إذا أنت بحاجة إنك تنزل سطر أو تستخدم function اللي هي بتطبع وتنزل سطر. هلا في write وفي write ln ln، طلعها run ما اشتغلت، ليش؟
ليش ما اشتغلت؟ ها؟ لاني انا كاتب اسم الفانكشن غلط. معاي؟ يعني هلا رايت ال ان طلع هاي رن سوى شيء؟ معايا يا شباب؟ لاحظ لو اجيت حطيت رايت وسكت رايت ال ان او رايت ال ان، لاحظ غيرت في الاسم كابيتال وسمول، طلع سويت ران بطل يظهر الكلام. هلا عدم ظهور كتاب معناه انك هذه الفانكشن غلط، يعني في ايرور. المشكله في الجافا سكريبت ما بيجي السي بيجيبوا لك والله ايرور ات لاين 7 او لاين 2 ولا لاين 2. هلا ما طلع شيء طباعه، هذا يعني انه ايش؟ انه ايش؟ لاحظ اه اي تعديل اي خطا، لاحظ شو طلعها الان مش معرفه عنده. اما رايت طلع معرفه عنده اشتغل. طيب تتذكر لما اخذنا شيء اسمه باك سلاش ان وشغلات هاي اللي اخذناها؟ هاي رن طلع ما بتشتغل باك سلاش. طب كيف بدي انزل سطر؟ هاي يا شباب، شباب ركزوا معي شوي. انت هون تشتغل على صفحه، الصفحه عشان تنزلها شو لازم تقول له؟ لما تنزل سطر شو بتقول له؟ سامعيني يا شباب؟ سامعينك دكتور. اوكي بس عشان في البساطه بدك تركز تفصل ما بين اللغه كلغه برمجه وما بين صفحه الشمال. يعني انت بتستخدم الجافا سكريبت عشان تتعامل مع الصفحه، انت بتكتب كود هو عباره عن خليط ما بين ال HTML والجافا سكريبت والكاسكيدنج ستايل شيت. هلا هلا وورد طبعت، طب انا بدي اكتب مثلا هلو على سطر وورد على سطر، كيف بدي احل هاي المشكله؟ اه هاي يا شباب باجي هاي مثلا كوبي، فانت لك كيف بدك تنزل سطر؟ باجي مثلا بيجي واحد من الطلاب يقول لي بتحط تاج بي ار، تذكروه اخذناه هاي رن. شو الحكي هاد؟ ليش صار هيك؟ مش احنا اخذنا تاج اسمه بي ار؟ شو البي ار؟ اسمه بريك. هلا بدك تفهم انت بالاخر وين بتكتب؟ على صفحه اتش تي ام ال، فهي حيكون انت لما بدك تنسق الامور بدك تستخدم اتش تي ام ال وبدك تستخدم جافا سكريبت. جافا سكريبت تطبع لك بس ما نزل لي سطر. طبعا الكلام جمع، طب بدي انزل سطر، اذا بدك ترجع اللي استخدمناه بالاتش تي ام ال تعيد استخدامه هون. طب انا هل بقدر اكتب بي ار؟ حط مثلا هيك طلع علي، اجي اقول بدل ما تكمل دوت رايت بي ار، انا ما بدي بي ار يطبعها طباعه. انا لو جيت بدون ما احط تاج، لاحظون ها طلعها، شيل هاي وشيل هاي وقلت له رن، شو حط؟ هلو بي ار وورد. انا ما بدي يطبع لي بي ار، انا بدي يطبع لي تاج البي ار. شو معنى تاج البي ار؟ يعني مش معنى انه بده يطبع طباعه، انا بده يطبع لي عمل التاج. عشان هيك لاحظ شو بسوي؟ بحطه بين دبل كوتيشن اطبع لي، وباجي بحط التاج بين اشارات اصغر واكبر. هلا الجافا سكريبت لما تاخذ التاج البي ار بتروح بتنفذه على الصفحه، لما يروح ينفذه على الصفحه شو بده يعطي؟ شو بيعطي البي ار؟ معناه بريك انزل سطر. وصلت؟ اذا بدي تفهم لي اول محاضره في الجافا سكريبت انه عشان نطبق برنامج الجافا سكريبت انت بحاجه تستخدم تاج اسمه سكريبت،
وبتحدد في السكريبت شو نوع السكريبت اللي بدك تكتب، شو اللغه اللي بدك تستخدمها في السكريبت، وبتحدد التايب. بعديها بتكتب الكود تبعك. الكود ممكن يكون كود جافا سكريبت، ممكن يكون كود HTML. هلا انت بتتعامل في الجافا سكريبت مع كائنات اوبجكت دوكيومنت، في غيره، في ويندو وفي غيره، يعني كل جزء في الصفحه، هاي الصفحه اللي عندك، هذا الجزء بسموه دوكيومنت، هذا الدوكيومنت، في الويندو النافذه اللي بيظهر منها وغيره، حنيجي عليهم بالتفصيل. هلا انت في الجافا سكريبت بتتعامل مع شيء اسمه كائنات، وفي شيء اسمه فانكشن، وكل فانكشن تابع على اوبجكت معين. هدول عندك كم هائل. شفت كتاب التوتوريال هلا قبل شوي ورجيناك اياه، لاحظ في الكتاب في مجموعه كبيره من الدوكيومنت. لاحظ هذا المثال لما ورجينا مجموعه كبيره من الفانكشن اللي تابعه كل دوكيومنت. لاحظ المثال اجى هون، لاحظ لاحظ جافا سكريبت بيقول لك بالنسبه للسبيس اجنور ذا سبيس تاب اند نيو لاين ذات ابر ان ذا جافا سكريبت باراميتر. اوكي، فهو لاحظ هون في المثال ما السبيس، لاحظ لو جيت سويت هون ها 1 2 3 وهي رن، خلينا بدون هاي بي ار نشوف هاي كات، لاحظ مع اني لاحظ شو سويت ها، تارك سبيس هاي رن ما اعطى سبيس، والباك سلاش ان لو حطيت هون مثلا باك سلاش ان زي ما كنتوا ماخذين، طيب بعد كلمه هلو طلعوا حطيت بي ار هيك، فكرت التاج هاي رن تشتغل، لانه حيطبع كلمه هلو وحيروح ينفذ البي ار بعد يحط الوورد. شفت؟ اذا كتاج بياخذه. طيب في تاج استخدم مثلا بدي مثلا الهلو بخط داكن هيدر تكون، شو باجي؟ باجي قبل الهلو شو باجي بحط H1 وهي بسكر، وهلا هون بعد الوورد باجي بسكر ال H1 وهي تسكرتها هاي رن. طبعا كيف صارت؟ يعني بدي اوصل لك الفكره انه لما بنحكي احنا جافا سكريبت هو عباره عن خليط كودك بتكتبه ما بين جافا سكريبت وما بين ال HTML. يعني بنرجع بنقول كل شيء اخذته في ال HTML يطبق جوا الجافا سكريبت. بس كيف يطبق؟ انه مثلا لما اجي بدل مثلا بدي نيو بروجراف، او مثلا بدي سنتر مثلا H1 وبدي اياه مثلا هالو وورد بدون بي ار مثلا، وبدي اياها تيجي سنتر، باجي H1 وباجي بقول له هاي سنتر وهي تذكرتها. هلا بسورهم كيف صارت؟ هلو وورد بالمنتصف كتبتها من خلال الجافا سكريبت. وضحت يا شباب شوي الامور؟ انا بعرف اول محاضره شوي بتكون صعبه بالجافا سكريبت لانك انت مش متعود على هذا النمط من كتابه الكود. اذا هو كود HTML ولكن تم كتابته من خلال الجافا سكريبت. هلا بالاخر هاي صفحه بدها تتصمم، سواء اجيت على البادي مثلا، هلا اجيت رحت على البادي هون كتبت له بيرجراف مثلا بي سميت عمان، وهي سكرت البروجراف اللي هو بي وجيت نفذت، عادي جاي كانك كيف جوا البادي كنا ناخذ نكتب كود، هاي بكتبه كليته. هلا اول ما بيجي بنفذ بروح على الاشتمال على الهيد بنفذ السكريبت، بعدين بروح على البادي وبنفذ الكود عادي، لا زيادة ولا نقصان، عادي كل شيء. يعني هلا انت بتقدر تكتب كتاج HTML وتكتبه من هون جوا البادي او جوا الهيد او التايتل، وممكن تكتبه من خلال الجافا سكريبت. بدك تكتبه من خلال الجافا سكريبت شو بتقول له؟ بتقول له ايش؟ سكريبت. يعني انه هذا التصميم جاي من خلال السكريبت. اوكي، ممكن السكريبت يكون على مستوى الهيد، ممكن السكريبت يكون جوا البادي. مين مش فاهم هذا الكلام لهي اللحظه؟ هاي لسه مقدمه بسيطه، خلينا ناخذ هاي الامثله
اللي أنا كتبتها وظيفة كلها على إيش؟ صف المثال تبعنا أوكي يا شباب. طيب خلينا نرجع على، أنا همشي على التوتوريال. كأي لغة مثل السي بلس بلس، إذا واضح بالنسبة لأوامر، لما أخذنا السي بلس بلس أول شيء شو أخذنا؟ كيف الهيكل تبع البرنامج. بعدين أول أمر تعلمنا منه اللي هو الطباعة، نفس الكلام. أنا بقى أنا بشتغل نفس كل ما ماشيين بالسي، نفس الكلام. كيف الهيكل تبع برنامج الجافا سكريبت؟ تكتب سكريبت إذا تكتب جافا سكريبت. طيب إذا بدك تكتب HTML عادي، زي ما أخذت في HTML، يا جوا البادي يا جوا إيش الهيد أو التايتل اللي بدك إياه. طيب بدك تكتب سكريبت، استخدم جافا سكريبت، تقول له سكريبت، تحدد إنه من نوع جافا سكريبت. السكريبت من كده بعدين يا جوا البادي يا على الهيد. طيب بصير يكون خليط بين HTML والجافا سكريبت، شوف زي ما شفنا قبل شوي. نعم عادي جوا البادي تقدر تكتب HTML او التايتل، وجوا وبتقدر تستخدم جوا السكريبت كمان تاج ال HTML زي ما ورجيناك في المثال اللي هو قدامك. هيو هي كتبنا لك مثال، هذا لهون، هذا كله عباره عن جافا سكريبت. طب لما استخدمت ال H1 والسنتر، هذول كله عباره عن HTML عادي، بس بيكون بين دبل كوتيشن. ليش؟ لما يروح يطبع هو ما حيطبع طبع، هو حينفذ التاج على صفحة الاشتغال. واضح؟ فلما يجي ينفذه ال H1 معناه هيدر، سنتر بالمنتصف، كتبت هلو حيطبع جملة هلو، بس حيعطيها الصفات وخصائص اللي هي التاج الاشتغال. هل باجي بقدر مثلا اكتب مثلا بسام نفس الكلام هذا، اكتبه مرة تانية جوا البادي؟ نعم ها طلع هيكوبي. بعد ما خلص كتبت عمان جوا الباديها، كتبت جافا سكريبت، هاي دوكيومنت. بس لاحظ ما بصير تكتب دوكيومنت دوكيومنت رايت، هيك بصير تكتب بالطريقه هاي. طلع هيران، طلع شو سوى لما قلت له دوكيومنت دوت رايت لاين، كتبت هيك جوا البادي بدون كلمه سكريبت، شو سوى؟ هاي يا شباب الكلام طبعه طباعه دوكيومنت دوت رايت، ال H1 نفذها فطلع الكلام غلط. فبالتالي لابد لما بدك تكتب جافا سكريبت جوا البادي، تحط سكريبت هيك، وتحط تنساش تذكيرة السكريبت، وهاي رن، هاي هالو وورد كتبتها من خلال الهيد، كمان هالو وورد كتبتها من خلال البادي. يعني لاحظ هاي هون في سكريبت، وهي هون كمان في سكريبت. يعني ممكن يكون انت برنامجك كاتب اكثر من سكريبت عادي، ما في اي مشكله. بس ما بيصير تيجي تشيل هدول، ها تقول له سكريبت بدون سكريبت، هاي الحاله بياخذ عباره عن نصوص عليه نص عادي بدك تطبعه وبنفذ التاج. يعني كانك كاتب دوكيومنت دوت رايت، فتحت قوس كوتيشن، هدول بطبعهم طباعه، طلع طبعهم طباعه. لما اجى على H1 والسنتر اخذهم تاج HTML، بعديهم طبع الكلام طباعه. وضحت الصوره يا شباب؟ اذا عرفنا كيف هيكل البرنامج، عرفنا كيف بنكتب، شو لازم نكتب عشان يعطيني جافا سكريبت، نكتب سكريبت ولها تذكيره، مكان كتابتها سواء كان على الهيد او جوا البادي. هلا بنيجي بقيه التاج، تاج بيكون عباره عن تاج جافا سكريبت وبيكون عباره عن تاج HTML. هلا بنيجي على كأي لغه، كأي لغه فيها متغيرات، بنعطيها قيم، بنجري عمليات حسابيه وهكذا. فلاحظ اول شيء، اول جزء اخذناه اللي هي ستراكشر البرنامج واماكن تخزين. هلا كأي لغه بقدر اعرف متغيرات، بس طريقة تعريف المتغيرات في الجافا سكريبت بيختلف. يعني في السي بلس بلس لما كنت تعرف متغير شو كنت تقول له؟ شباب شو كنت لما تعرف متغير في الجافا سكريبت؟
معاي انت ولا انا بواد وانت بواد؟ هاي يا شباب طيب الصوت بيقطع عندكم، مش مشكلة، خليكم معي خليكم معي. بالنسبة للمتغيرات شباب سكروا السماعات لأن النت شوي صار ضعيف. بالنسبة للمتغيرات في ال... طيب من وقف لهون لأنه ضايل دقيقتين، خلينا ناخذ الحضور والغياب ونكمل بكره ان شاء الله من عندي هون المتغيرات. اوكي طيب خليني اخذ الحضور والغياب واشوف مين الطلاب اللي حضروا. في عندي خليل محمد، اوكي في عندي ما حد يرد علي، بس انا بس شيك الاسماء عندي بعدين بشوف مين اللي مش طالع اسمعه. ركان هي موجود، في زيد سامر، في عندي سارة عقل، وفي عندي عبد الرحمن إبراهيم، وفي عندي عبد الله محمد، وفي عندي عماد محمد، وفي عندي فضل، وفي عندي ليلى وموسى، هاي موسى وهي ليلى، وفي عندي هيثم عبد الله طلال، هاي هيثم، وفي عندي عبد الله طلال موجود دكتور. مش مشكلة ماشي، عبد الله محمد قلنا. طيب نشوف مين اللي ما طلعش اسمائهم. في عندنا أميرة مش موجودة، لميس كمان مش موجودة، حمزة محمود كمان مش موجود، صالح خالد سكر المايك، زيد عمران موجود، موجود دكتور، بعرف شايف، براء كمان مش موجودة، عبد الله محمد موجود، عبد الله محمد صلاح، عبد الله محمد صلاح، عبد الله محمد صلاح مش موجود، وفي عندنا محمد الفواعير اليوم نهائيا مش شغال على المنصة. ضايل دقيقة، طيب نرجع على صفحتنا. إذا رجاء من الجميع على الجافا سكريبت درس لي إياها من التوتوريال، تبدأ من التوتوريال، أوكي؟ إحنا وصلنا صفحة 6 هي بالتوتوريال، أوكي؟ هلا أنا هرجع بعدين اللي هو من خلال ال لعزي مثلا تيجي تقارنه مثلا هاي الاوتبوت الطباعه بيجي بيقول لك لعزي في عندك تقدر تطبع باكثر من طريقه، اما من خلال انر اتش تي ام ال، دوكيومنت دوت رايت، ويندو دوت اليرت، كونسول دوت لوج، هذول كلهم طرق انك تعرض سبلي او تطبع سواء على صفحه على هاتفه. انا ما بدي اجي ادخل مباشره فيها، ناخذ جزء طباعه بعدين بصير نزيد شوي شوي، اوكي يا شباب؟ لانه في 3 دبل سكول داخل انه عندك خبره كويسه تكون، بس هون لا، فبفضل تنسوش مره ثانيه.